اهلا وسهلا بحضراتكم مره تانيه. رجعنا ليكم مع ضيفتي الكريمه الاستاذه سحر سلطان، رئيس قطاع التمويل بجهاز تنميه المشروعات الصغيره والمتوسطه ومتناهيه الصغر. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك يا ساشا. يعني استاذه سحر، طبعا يعني الجهاز بيقدم استراتيجيه شامله ومتطوره في دعم وتمويل يعني رواد الاعمال وصغار المستثمرين، وطبعا يعني انجازات كتير جدا لجهاز تنميه المشروعات لا تحصى صراحة، يعني في مساعدة الشباب وأي حد كان يعني عنده فكرة أو كده وعاوز يحققها الجهاز بصراحة بيكون داعم ليه. عاوزين بقى من حضرتك نتكلم عن دور الجهاز ونشأته وإزاي بيتم يعني أو أبرز الفئات اللي بيستهدفها الجهاز، وخاصة نركز على دور المرأة المعيبة. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الجهاز أنشئ سنة 2017 بقرار من دولة رئيس مجلس الوزراء، ده بيكون بيحل محل الصندوق الاجتماعي للتنمية، والصندوق الاجتماعي للتنمية منشأ من سنة 91، فإحنا بنتكلم على مسيرة تقريبا 30 سنة. دور الجهاز واللي أنشأ من أجله إن هو خلق فرص عمل، تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، هو حتى اسمه دلوقتي مشروعات متوسطة وصغيرة متناهية الصغر، يعني تشجيع جافة الصناعات، يعني اعتبارا ان الصناعات دي او مجال الصناعات المشروعات المتوسطة والصغيرة متناهية الصغر دي قطرة التنمية لأي دولة عايزة تنهض بتنميتها. فجي دور الجهاز أثقل كمان الجهاز القانون اللي أنشئ اللي صدر سنة 2020، ده قانون المشروعات الصغيرة، وده أدى للجهاز الدور التنسيقي والدور الإشرافي والدور يعني خلاك أب شرعي وكأب روحي لقطاع المشروعات في الدولة. يعني طبعا المشروعات الصغيره والمتوسطه لو اتكلمنا عنها، الدوله يعني خاصه في السنوات الاخيره عامله حجم انجاز في هذا من اول مجلس النواب والتشريعات اللي تمت بشان المشروعات الصغيره والمتوسطه ودعمها، لغايه يعني دور ودعم المراه المعيله اللي هي يعتبر متناهيه الصغر. بالظبط. عاوزين بقى نتكلم يعني عن يعني ايه هو بالظبط اللي بيقدمه الجهاز لرياده الاعمال او لرواد الاعمال وصغار المستثمرين في البدايه. تمام. زي ما قلت لحضرتك ان الجهاز هو المعني بقطاع المشروعات بالدوله. من اول التشريع يعني تهيئه البيئه التشريعيه بصدور القانون اللي نظم بيئة عمل المشروعات، كافة المشروعات. القانون كمان من أهم مميزاته إن هو صنف، إدى تعريف موحد للمشروعات. الأول كان المشروعات الصغيرة إيه، المشروعات متناهية الصغر إيه، المشروعات المتوسطة دي، هو إدى تعريف موحد لكل نوع من الأنواع دي. بالنسبة للمشروعات المتناهية الصغر اللي أنا أمثل القطاع بتاعها، هو قطاع واعد لأن قطاع بيمثل شريحة كبيرة جدا جدا من المواطنين، بتمارسوا ست البيت، بيمارسوا الإنسان البسيط، بيمارسوا الإنسان اللي ما عندوش مكان للعمل ممكن يمارسوا من أي مكان من كتر بساطته، إلا إن هو منتشر وبيحقق نتائج كبيرة جدا. حقيقة كنت بتكلميني على إن في نتائج محققة في قطاع المشروعات. احنا الجهاز من ساعة ما أنشئ سنة 91 لحد 30 نوفمبر 2021، يعني 30 سنة، ضخ في السوق المصري 55 مليار جنيه ما بين مشروعات صغيرة ومشروعات متناهية الصغر. فآخر 7 سنين من ساعة تولي سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن أول ما تولى الرئاسة بتاعته، أولى اهتمام كامل ملف الشباب وملف المشروعات، فخلى كل ملف المرأة كمان، يعني وملف المرأة ده شيء مهم جدا، خلى كل أجهزة الدولة تتكاتف علشان تنهض بده. فخلينا في آخر 7 سنين من ال 55 مليار محققين حوالي 36 مليار 700 مليون. قطاع المتناهي الصغر في ال 55 مليار كان محقق حوالي 22 مليار، فآخر 7 سنين حقق 17.5 مليار، بتقريبا بنسبة بسيطة كده حوالي 70 أو 77% من اللي اتحقق من 30 سنة.
فده يبين قد ايه الناس بدأت تهتم بالمشروعات وخاصة متناهية الصغر، لأن هي باب وبوابة لزيادة دخل، تحقيق فرص عمل، لمنع بطالة. هي ليها دور كبير جدا المشروعات متناهية يعني الصغر. يعني أستاذ السحر، خلينا إيه، بما إن إحنا اتنين ستات فخلينا نكون عنصريين في الفقرة دي. تمام. عاوزين بقى يعني، أو أنا سمعت إن الستات هي أكثر نجاحا في المشروعات متناهية الصغر. فعلا. حضرتك كلمينا أكثر عن تمويل المرأة والمرأة المعيلة، ومدى يعني اهتمامها بمشروع بتاعها. تمام. يعني ازاي حضرتك لقيتي الست بتتعامل مثلا في سداد القرض، ازاي بتكون ملتزمة اكتر التزاما، ازاي بتكون حاسة بمسؤولية اكتر. تمام. فانا يعني عاوزة نبرز الدور على المرأة. نبرز دور المرأة. زي ما حضرتك قلتي كده، فعلا ان المرأة بيبقى عندها عايزة مشروعها ينجح، مش عايزة يتقال عليها ان هي واخدة مثلا قرض فمتعسرة او مش مسددة او متأخرة. لا، هي منتظمة جدا ومثابرة جدا. وقطاع المتناهي الصغر معظمه فعلا سيدات، لانهم بيشتغلوا من بيتهم الحرف اللي هم معارفينها، اذا كانت خياطة، اذا كان تريكو، اذا كان تربية طيور. يعني فعلا هي المرأة في المتناهي الصغر مكتسحة. اللي يبين ده لما بنعمل معارض، المعارض بيبقى حوالي 80% منها سيدات. معنى ان بتشترك 80% سيدات، مع هي ال 80% دي ممثله في عدد المشروعات اللي واخداها في المتناهي الصغر. زي ما قلت لحضرتك كده، ان الاهتمام الاكبر بالشباب من الجنسين، بالمراه على وجه الخصوص، لان هي المراه فعلا. مش هنقول ان المشروعها بيحقق فرصه العمل بس، لا، هي المشروعها بيحقق الخير للبيت كله، مش ليها هي لوحدها بس. طيب ايه هي اكتر المشروعات اللي بيتم تمويلها للمرأة؟ اكتر المشروعات ممكن نقول اليدوية، زي ما قلت لحضرتك كده، الخياطة، تربية الطيور في الاماكن الريفية. لان عايزة برضو ما ننساش ان احنا ضخينا مبالغ كويسة قوي في القرى الحياة كريمة، لان الجهاز برضو بيهتم جدا بالمبادرات الرئاسية ومنها حياة كريمة. فلو بنتكلم على مرأة الريف، هنقول ان هي بتربية الطيور، تربية الماشية. ممكن بالنسبة للحضر بقى، عندنا تريكو، عندنا صناعات جلدية، عندنا اكسسوار، عندنا اي مشروع هي بتجيده بتمول فيه. في اكتر من كده كمان، في سيدات بيبقوا عايزين يعملوا مشروع ويزودوا الدخل في اسرهم، بس ما عندهمش فكره مشروع. دور الجهاز ان احنا بنعمل لهم دورات تدريبيه، بنخليهم يعرفوا يولدوا فكره مشروع. بعد ما بيخلص بيولدوا فكره المشروع، بيبداوا المشروع يتبلور عندهم، بنديهم دوره تانيه، كيف تبدا مشروعك، كيف تبدا مشروعك. بنديهم اساسيات بسيطه جدا، ازاي ايراداتك، ازاي مصروفاتك، ازاي تسعري منتجك. فاحنا كده بنخليهم على التراك ان هم هيبداوا في مشروع وان شاء الله ينجحوا فيه. بعد كده تيجي خطوه التمويل. تعملها رائده اعمال. بالظبط كده. بعد كده بديها خطوة التمويل، بديها قيمة التمويل اللي هتتناسب مع احتياجاتها، عشان ما اديهاش مبلغ أكبر والمبلغ أقل أعصرها فيه. دي خطوة التمويل. بعد التمويل بتابعها علشان أشوف هي محتاجة حاجة، هي ماشية في المشروع بتاعها، هل هي محتاجة زيادة تمويل، هي محتاجة أشركها في معارض. فأنا ببقى متبنية السيدة دي أو المواطن ده، بتبناه من قبل ما يتولد عنده فكرة مشروعه، لو ما عندوش فكرة، لحد ما يسدد مشروعه وأساعده في تسويق منتجه إذا كان محتاج. طب أستاذة سحر، يعني خلينا إيه نفكر بتفكير الناس. لو هي بتفكر، طب افرض تعثرت. موضوع التعثر، أنا عايزة أقول لحضرتك، أنا بوصل للستات دي إزاي، أو بوصل عموماً للمواطن بتاعي زي في المتناهي الصغر، لان متناهي الصغر اعداده كبيره جدا، لان قيمه التمويل بتبقى في البدايه كانت صغيره، بس بعد تعريف القانون هفاجئك مفاجاه حلوه. احنا لحد القانون ما صدر كان بالنسبه لنا المشروع متناهي الصغر ما بيزيدش عن 30,000 جنيه مثلا. 30,000 جنيه هي دي احتياج مشروع متناهي الصغر. لما قانون الجديد، قانون تنمية المشروعات 152، طلع عرف ايه هو المشروع متناهي الصغر.
قال للمشروع القائم اللي حجم أعماله خلال السنة أقل من 1,000,000 جنيه، وقال للمشروع الجديد اللي رأس ماله 50,000 جنيه. أصبح إن أنا عندي مشروع متناهي الصغر في التعريف ده، واحتياجه التمويلي بيوصل ل 700,000 جنيه، واسمه متناهي الصغر. أوصل لمتناهي الصغر ده إزاي؟ عن طريق 3 محاور: جمعيات أهلية اللي هي مؤسسات المجتمع المدني، شركات تمويل متناهي صغر، وبنوكي اللي منتشرة أفرحها في جميع محافظات الجمهورية. دور الـ3 محاور دول إن هم بيشوفوا المستفيدين أو المواطنين اللي محتاجين تمويل، إحنا عندنا شبكة مكاتب إقليمية على مستوى الجمهورية 33 مكتب، كل مكتب في نطاقه المستفيد أو المستفيدة بيتوجهوا للمكتب ده، وهو من خلال المكتب بيتم توجيهه لجمعية أو لشركة أو لبنك عشان يحصلوا على التمويل. طيب لو تكلمنا عن يعني أهم أو مبادرة حياة كريمة ورقم كده، تم تمويل متناهي الصغر بقد إيه في مبادرة حياة كريمة؟ من بداية الحياة كريمة لحد مثلا هنقول 30 أكتوبر تم ضخ حوالي 650 مليون جنيه، تلتينهم متناهي صغر. ما شاء الله. تلتينهم متناهي صغر، حوالي 40% من قيمة التمويل لسيدات. الله. الريف. الله. هل في يعني استهداف لمناطق أكثر فقرا في هذه المبادرة؟ مبادرة حياة كريمة هي كلها هي تنمية الريف المصري، ومش هنقول أكثر فقرا، هنقول أكثر احتياجا. يعني هم يعني مش قصة فقر، قصة احتياج لبنية أساسية، احتياج لمدارس، احتياج يعني كافة وزارات الدولة هي كلها متكاتفة في البرنامج في المبادرة الرئاسية حياة كريمة. فمن ضمن الوزارات ووزارة الصناعة والتجارة وجهاز تنمية المشروعات داخل، احنا بالنسبة لجهاز تنمية المشروعات داخل في الشق التمويلي، وداخل برضو في الشق التنموي، يعني الجزء اللي فيه مش داخل في موازنة الدولة، نقدر ندخل في مثلا رصف طرق، نقدر ندخل في صرف مغطى، نقدر ندخل في توصيل مياه. دي المبادره المسؤوليه الاجتماعيه. دي المسؤوليه الاجتماعيه، لان الدور بالنسبه للمشروعات يعني اللي تم تمويلها اكثر المشروعات تصنيفا، يعني تمام. ايه بالظبط اكثر المشروعات اللي رصدناها؟ هي بتكون المشروعات التجاريه. المشروعات التجارية زي سوبر ماركت. القرية بتبقى محتاجة سوبر ماركت، بتبقى محتاجة مكتبة، بتبقى مشروع تجاري مقصود به ان هو بيتمول برأس مال، يعني بياخد مبلغ من المال بيجيب بيه مواد، اذا كانت غذائية اذا كانت كتابية زي ما بنقول مكتبة، وهو هنا المشروعات التعليمية زي الحضانات والمدارس ده الشق بقى التنموي زي ما قلت لحضرتك، لان الجهاز بقى هو مش معني بس بالتمويل. الجهاز فيه خدمات مالية وفي خدمات غير مالية. الخدمات المالية اللي احنا اتكلمنا عليها، الخدمات غير المالية زي بنساعد المشروعات في استصدار الاوراق بتاعتهم، بنعمل لهم حاجة اسمها شهادة تصنيف. زي ما انا قلت لحضرتك ان القانون عرف المشروعات وفرق بينهم واداهم تعريف موحد، بيتوجه المستفيد اللي عايز ياخد قرض بيتوجه للمكتب من اللي وقع في نطاقه، وبيستصدر له حاجه اسمها شهاده تصنيف. انت نوع مشروعك ايه؟ متناهي ولا صغير ولا متوسط؟ واغلبه بيبقى طبعا ما بين متناهي وما بين صغير. دي خدمات كلها غير ماليه بيؤديها الجهاز بجانب الخدمات المالية. بخصوص الحرف اليدوية ودعم الجهاز ليها. ده باع طويل بقى. الحرف اليدوية والتراثية. انا عارفة كمان ان انتوا بتعملوا كورسات وتعلموا الكروشيه وتعلموا تريكو وتعلموها ازاي انها تدير المشروع كمان. دي الخدمات الغير المالية والدورات التدريبية اللي بيطلقها الجهاز علشان التعريف، وان احنا بننمي الحرف التراثية دي. اكتر من كده كمان بقالنا حوالي دي السنة الثالثة، يعني سنة 2021 كانت السنة الثالثة، في مبادرة رئاسية تمت بان احنا نهتم ونشجع الحرف اليدوية والتراثية. بعملنا لها معرض اسمه معرض تراثنا، وده كان اوله في سنة 2019. المعرض ده كان في اول ما بدأ حوالي 500 عارض وعارضة من الحرف التراثية واليدوية.
السنه اللي بعده بيبقى تحت رعايه فخامه رئيس الجمهوريه، وبيفتتحوا وبيبقى فيه زي احتفاليه بيتم دايما في شهر اكتوبر من كل سنه. معرض تراثنا. ايوه كان انتصار من الانتصارات يعني فعلا. جميل جميل. تاني سنه كان فعلاً 600. جميل جدا. السنه دي 1500 عارض وعارضه. فده مش باحياء تراث بس، ده احياء تراث نقل خبرات، لان احنا بنبقى فيه على شرف المعرض بيبقى فيه دول زائره، فهم بيتعرفوا على تراثنا. احنا تراثنا لا يضاهى، لان احنا الحمد لله كل محافظه من محافظات الجمهوريه ليها سمه معينه وليها حرفه ومحافظه عليها، وبيجوا بقى الدول الاخرى احنا بنشوف الحضاره بتاعتهم والمنتجات بتاعتهم، هم بينبهروا بمنتجاتنا. الحقيقة أنا فعلا زرت معرض تراثنا، والجميل فعلا أنا لقيت سيدات كتير قوي وعاملين مشروعات يدوية وتريكو وكروشي ومش عارف وخزف حاجات جميلة جدا. وعاوزة أقول لحضرتك المنتجات كانت فعلا يعني الفينش بتاعها يضاهي فعلا طبعاً اللي احنا بنجيبه من بره، ويضاهي البراندات بجد طبعاً. يعني أنا فعلا اتشرفت أن أنا رحت شفت حاجة ومنتج مصري بالشكل ده وبالتقفيل ده وبالشياكة اللي شفناها فعلاً. وكمان استرجاع مثلا كان شفت منتجات من الفخار وقد ايه شكلها كان جميل جدا، التلي زي اللي مشهوره بيه سوهاج، وفي الخياميه وفي المكرميه، ده في منتجات كتيره جدا فعلا. زي ما بقول لحضرتك كل محافظه من محافظاتنا ليها سمه معينه كده وليها منتج هي معتزه بيه. طب استاذه سحر، يعني دلوقتي لو في سيده بتتفرج علينا وهي عاوزه تشترك في معرض تراثنا القادم تعمل ايه؟ هتتوجه بالمنتج بتاعها للمكتب الإقليمي اللي هي واقعة في نطاقه، ولو هي عايزة تعرف المكتب الإقليمي في رقم المختصر للجهاز 16733، بتكلم وتقول أنا المكان بتاع مكتب جهاز التنمية المشروعات فين في المحافظة، هيوجهوها. هتتوجه بالمنتج بتاعها من النهاردة، لأن إحنا على مدار السنة المكاتب بتتلقى المنتجات، علشان بتحصل بعد كده زي فلترة، علشان اللي بيشترك في المعرض إذا كان 1500 في قدامهم عشرات المرات. بنحافظ على إن المعرض يظهر بالروح اللي مفروض يظهر بيها، إن المنتج يبقى فعلا منتج زي ما حضرتك قلتي كده أحلى حاجة. تتوجه وبينظروا المنتج بتاعها، ولو هو فعلا المنتج ممكن يشترك في المعرض بيوجهوها على طول وبيخلوها في قائمة الانتظار للمعرض. ولو المنتج بتاعها محتاج أي إضافة أو محتاج أي في حاجة في الباكج ولا أي حاجة كده، برضو بيعملوا لها عملية بينصحوها وبيشركوها في دورات تدريبية علشان المنتج بتاعها يقدر يدخل المعرض. أستاذة سحر، هل يعني في يعني اختيار لمرأة بعينها، يعني هل ممكن يعني هل يبقى لازم فيها صفات معينة، ولا أي ست كده أي ست محتاجة تشتغل محتاجة تتعلم أي حاجة تيجي؟ زي ما حضرتك قلت كده بالظبط، أي ست محتاجة تتعلم محتاجة تشتغل بتتقدم للجهاز علشان تاخد فرصة عملها وتعمل مشروعها. كل اللي احنا بنبقى محتاجينه مثلا إجادة القراءة والكتاب، لأن مش عشان اي حاجه بس علشان ما تعرف تدير مشروعها، عشان ما حدش يضحك عليها، عشان ما تسلمش بس الورق بتاعها لحد، تبقى فاهمه يعني مش اجاده ملمه، مش اجاده ملمه تكتب. تقرا وتكتب تعرف تكتب اسمها، تعرف تشوف الارقام، تعرف تعدها، بس هي دي. لكن اي سيده او اي مواطن محتاج ان هو ينشئ مشروع يتقدم اهلا وسهلا بيه، في مكاتبنا مفتوحه فاتحين دراعاتنا لكل حد. طيب يعني عاوزه كده نصايح من حضرتك للمراه، وخاصه المراه المعيله. المراه المعيله بنصح اي سيده بتشوفنا دلوقتي وعندها فكره مشروع او ما عندهاش فكره مشروع بس عايزه تزود الدخل في اسرتها، عايزه تحافظ على الاسره بتاعتها بالمستوى اللي هي عايزاه، زي ما قلت كده هتتقدم لجهاز تنميه المشروعات في المكان بتاعها في مكتبنا، وهو هيقوم بدوره لتوجيهها الاول اذا كانت هي محتاجه فكره مشروع، هيوجهها اذا كانت ازاي تبدا مشروعها، هيوجهها للجهه الشريكه معانا اذا كانت جمعيه اذا كانت شركه اذا كان فرع بنك في المحافظه دي، علشان تقدر تحصل على التمويل بتاعها. ما اقول لها ما تتاخريش وما تخافيش،
كلنا في ظهرك. احنا الجهاز عدد الموظفين في الجهاز قليل، بس بروحنا احنا كتار قوي. يعني استاذه سحر، يعني لقاء فعلا جميل، ويعني انجازات جميله جدا، وخاصه يعني مسانده الدوله للمراه وللمراه المعيله. وانا بصراحه شفت حالات كتير جدا، وشفت حالات استفادت فعلا من الجهاز، ويمكن انا يعني رصدت حالات كتير، ورحت بنفسي للجهاز وحاولت ان انا اخد قرض فعلا من غير طبعا ما اقول ان انا صحفيه ولا اي حاجه، بس فعلا لقيت استجابه، وفعلا لقيت الناس يعني اتلمت حواليا وقعدت، طب محتاجه ايه، طب نساعدك ازاي. بجد انا لمست ده، ومش كلام ميديا يعني ولا مجرد كلام كده، لكن فعلا انا لمست ده من جهاز تنميه المشروعات. انجازات كبيره جدا من وقت تولي دكتوره نيفين جامع الحقيقه بالزبط. وهي مهتمه، ومهتمه خاصه بابراز دور المراه او حل مشاكل المراه، وخاصه برامجها للمراه المعيله. انا بشكر حضرتك جدا يا استاذه سحر، نورتينا، وان شاء الله مزيد من النجاح ومن الانجاز، يا رب ان شاء الله. يا رب كده نشوف دايما المراه منوره الدنيا كلها، والمراه المصريه تكون يعني منوره العالم كله كعادتنا طبعا. انا بشكر حضرتك وبشكر حضراتكم على يعني انكم استمعتوا لينا على مدار ساعتين. يا رب نكون بنقدم لكم معلومات مفيده، واتمنى ان شاء الله يكون دايما البرنامج بيصدر لكم المعلومات اللي تقدر تساعدكم في مشروعاتكم. ولو عندكم اي اقتراحات ممكن تبعتوها لنا، واحنا هنناقشها وهنستضيف خبراء وهنستضيف مسؤولين. شكرا جزيلا لحضراتكم، وكنت معكم شيماء موسى.